اتق الله واعملي ليوم تخلعين فيه هذا وتلبسين فيه هذا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إبليس لما كان عايز يطلع آدم وحواء من الجنة حط خطة، قال لك أنا إزاي أخليهم يطلعوا من الجنة؟ أيوة لازم يتعروا. طب يتعروا إزاي؟ يأكلوا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منها، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهم، اتعروا، بعد كده أنزلهم الله عز وجل إلى الأرض. هي دي نفس خطة إبليس معاك أنت كمان يا مسلمة، خطة إبليس إنه يعري جسمك ويلبسك الضيق والمحزق والشفاف عشان يخرجك من الجنة كما أخرج أبويك. كلما يتعرى الإنسان يبتعد عن الجنة وعن صفات أهلها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أنزل علينا اللباس عشان يستر عوراتنا مش عشان يبقى مقطع من على الركب ومن فوق ومن تحت. الله لما خلق الكلب كسى جسمه شعرا حتى يستر جسده، وأنت تعرين جسدك كأنك تقولين إن الكلب أشد سترة لجسده منك. ابن ماجة في سننه برقم 3607 بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم ألهب فيه نارا. ثوب الشهرة عند النساء هو الملابس العارية والضيقة والكاشفة. تلبس بقى الملابس دي ربنا يلبسها يوم القيامة ثياب مذلة ومهانة ثم يوقد فيها نارا. اتق الله واعملي ليوم تخلعين فيه هذا وتلبسين فيه هذا وتلبسين فيه هذا. الله جعل كفن المرأة ضعف كفن الرجل، الرجل كفنه 3 قطع والمرأة كفنها 5 قطع. الله يسترها وهي ميتة ضعف ما يستر الرجل وهي تفضح جسدها وسترها وهي حية. والله ستموتين وهتجيلك المغسلة، واللبس الضيق ده هتقصه بالمقص ويرموه في الزبالة ولن تلبسي غير هذا. ويغسلون عن جسدك البرفان والعطور ويضعون عليه الكافور. مغرقة نفسك برفانات عشان تبقى ريحتك جميلة ولبسك شكلك وهيئتك، ودلوقتي يحطوا لك شوية كافور بس عشان يبعدوا عن جسمك الحشرات في القبر إلى أيام. القبر مش هتتسألي ليه فلان ده بصلك، هتتسألي أنت لبست كده ليه؟ فما يبقاش كل حجتك خليه هو يغض البصر. يا ستي أنت تسألين في قبرك عن نفسك وهو يسأل عن نفسه، هو مذنب وأنت مذنب. سيدنا يوسف وهو نبي يقول إلى الله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا كان النبي اللي هو نبي بيقول كده، كم من شباب كان يصلي معنا في المسجد ثم نراه بعد أيام قد ضل وهو يكلم فتاة في الهاتف أو يمشي خلفها في الطرقات ويقف على النواصي ينظر إلى الكاسيات العارية. سيدنا جبريل ورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل النار كيف يعذبون، مرضيش يخليه يشوف الكاسيات العاريات اللي بتلبس ضيق ومحزق وملزق وشفاف والخصلة. سيدنا جبريل مرضيش يخليه يشوفهم عشان النبي ما كانش هيتحمل شكلهم في هذا العذاب. عرف للنساء بطحير. الإمام عبد الرازق بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجال والنساء يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فأرسل الله عليهم الحيض. نساء بني إسرائيل ما كانتش بتحيض، ما كانش في حاجة اسمها الحيض، وهذا مذهب كثير من العلماء. فجم فترة كده بقت البنت تلبس إيه؟ ضيق شوية، تلمع في شكلها شوية كده عشان الراجل يبص لها، فأرسل الله الحيض على النساء. يعني إن ربنا أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل بسبب إن بعض النساء كانت تتشرف للرجل، تتعرض له كده عشان تلفت انتباهه بس. وما ربنا يعمل إيه بس في نساء الأيام دي اللي مطلعة خصلة من شعرها ومبينة جسمها والبنطلون والمحل. كم من صلاة ضاع أجرها بسبب البنطلون، وكم من صيام ضاع أجره بسبب الشعر والخصل اللي طالعة، كم من صدقات ضاع أجرها بسبب البرفانات. تخيل إنك تيجي يوم القيامة كده واقفة مطمئنة ومستنية الصيام وقيام الليل وصيام رمضان واثنين وخميس والصدقات اللي كنت بتطلعها كل يوم، وفي الآخر تلاقي ولا حاجة. راح فين البنطلون صفى الحسنات، والبادي صفى الحسنات، والبرفان صفى الحسنات، والشعر اللي طالع صفى الحسنات. الشباب اللي انت بتلبسي الضيق ده عشانهم مش شايفين غير
حتة لحمة ماشية على الأرض، ولو عايز يتجوز عمره ما هيتجوز واحدة زيك. السيدة عائشة شافت بعض النساء لابسين لبس واسع وأسود ومختمرين ونقاب وبتاع، بس لقيت إيه؟ بعضهن لابسة كعب عالي شوية كده عشان تبان إن هي طويلة شوية، فقالت والله لو رآكن رسول الله لمنعكن من الذهاب إلى المسجد. ليه؟ عشان لابسة كعب عالي شوية. أمال النبي لو كان شاف بنات اليومين دول كان منعهم من إيه؟ كان منعهم من الخروج من البيت. يا أمة الله اخلعي عنك ثياب العري والبسي ثياب التقوى، أنقذي نفسك من النار، أنقذي نفسك من النار.